اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة من المطبخ المصري، ولما نقول مطبخ مصري سمع هس للتوابل بتاعته والطعم التاني، وتقدري صورة مفتوحة تقدمي خبرتك الطهوية من خلال كل طبق فيه. معانا النهاردة الكوارع. اوعى تقولوا لي مفيش حد بيعرفش يعمل الكوارع. دلوقتي الكوارع بنعملها ونبدع فيها، ولكن مع المغازل لنا واقفه كوارع وفته. انا اخلي الحمص الشامي اللي هو البروتين النباتي يشارك مع البروتين اللي موجود في الكوارع، بما ان هي غنيه بالماده الجيلاتينيه والدهون، فندعمها شويه ببروتين نباتي اللي هو الحمص الشام. فهنعمل النهارده فته الكوارع بالحمص. معانا شويه ملوخيه طازه زي الفل، ورقناهم خرطناهم ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه، بس مع الكوارع سمع هس. هنشوف طشه الكوارع مع الملوخيه هيبقى طعمها ازاي من المطبخ المصري. ومعانا النهارده كمان المفاجاه ورق عنب. ورق عنب باللحمه، ورق عنب بالخضار، ورق عنب بدبس الرمان، يا لينجي على راي اخواننا الشوام. ولكن من المطبخ المصري لازم ياخد الثلاثي المرح. ايه هو الثلاثي المرح يا مغازي؟ كزبره، بقدونس، شبت، دول اساسيين في ورق العنب بتاعنا النهارده، ولكن مش هيرحموا شوربه الكوارع اللي هي هتكون برضو الفليفر والطعم معانا. يعني الكوارع النهارده وشوربه الكوارع، في مثل يقول لك نضرب عصفورين بحجر، ولكن النهارده هنضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، اللي هي الملوخيه وفتت الكوارع والورق العنب. نعمل مع بعض الملوخيه. طاسه على النار زي الفل، ونروق الدنيا كده بسرعه عشان احنا خلصنا خلاص. هعمل الطشه، وانا بعمل الطشه كده ونشوف طشه الملوخيه نبقى خلصت. ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ حلو قوي. يلا، ايه اخبار الفته مع الصوره؟ حبيب قلبي، حبيب والديك اهو. خلي دي هنا. هتعمل الفته بسمنه ولا بزبده يا شيف؟ والله انا حابب ان انا اعملها بمعلقه سمنه. حلو زي ما انا شغال كده اهو، تبقى حلوه. سوري، الملوخيه، طشه الملوخيه، طشه الملوخيه معلقه سمنه حلوه. حلو، وكمان عندي معلقتين من الزبده الحلوه الفلاحي دي كده اهو. حلو، تسيح كده على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حكايه النار؟ حلو، يلا يا غالي، يلا يا حبيب والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. خلاص يا غالة، خلاص يا حبيبي، خلاص. هعمل ايه؟ يلا خلاص، ولعت النار. تمام زي الفل. تمام، حاضر يا فندم. حلو، مهم جدا وانت بتعملي طشة الفتة يفضل يكون الكل مجتمع على السفرة. يعني انا بدأت هشتغل فيها دلوقتي واخر حاجة بعملها، مخرجنا عايزنا اخلص، فالطبيعي ان انا عايز اعملها مع حضراتكم كده، وممكن الوقت خلص بس انا برضو عايز اعملها اهو بسرعة كده. النار تنجزنا ان شاء الله طبيعي. حلو، باخد التوم بتاعنا زي الفل. ادي التوم بالشكل ده كده. مهم جدا وانت بتحمري التومه بتاعه الطشه، ما تسيبيش التومه على النار لما تتحمر جامد او تتحرق منك او تمرر. التومه لما بتوصل لمرحله تحمير معينه بتمرر منك، تيجي تاكلي الملوخيه او تيجي تاكلي الفته، لان الاثنين بيشتركوا مع بعض، بتلاقي التومه مره، وربنا يكفينا شر المرار. سريعا كده بس اهو. ومعانا الملوخيه بتاعتنا نسقطها في قلب الشوربه. عينيا اهو، حبيب والديك اهو اهو اهي. ادي الملوخيه سقطتها في الشوربه، ممكن نبص عليها كده. ربنا يبارك لك مخرجنا الجميل شفيق اهو. الملوخيه بتنزليها وما تغطيهاش. السؤال اللي دايما بساله، الملوخيه عشان ما تفرطش نغطيها ولا ما نغطيهاش؟ ما نغطاش. وتتحط كده في شوربه مغليه على النار. حاضر، بس هعمل الطشه ونطلع على طول. حاضر يا فندم.
الشكل ده كده، كزبرة ناشفة. اللهم صل على النبي. يلا يلا ثواني ادوني بس دي هسه معلش. سن البهارات كده حلوه، فلفل اسود كده حلو على الطشه، قرن فلفل حار ممكن تطحنيه مع الكزبره او مع التومه اذا عايزين سبايسي يعني. اللهم صل على النبي. يلا يلا زي الفل يا عبد الشيف. الفته شكلها لطيف وحلو حبايبي، معانا الورق العنب، معانا الطش حالا طالع اهيت لحضراتكم. يلا اللهم صل على النبي. يلا مخرجنا حبيبي. طيب حلو. اللحظه لحظه الحسم، لحظه الكلام الحلو. زي الفل يا عم الشيف. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، صلي على الرسول. زي ما احنا شغالين كده. يا ويلي يا ويلي. كمان مره. ده الطبيعي. طبعا انت في البيت معاك وقت بقى ومعاك الحياه حلوه. زي الفل. التومه مع الكزبره اختلطت زي الفل. الف انا وشفا. غلوه على النار ونغرفها ونقدمها لحضراتكم سريعا. حلقتنا النهارده اعتقد فيها شغل كتير، فيها بساطه، فيها سهوله، فيها مرونه، فيها انك تحب المطبخ تخش تعملي نفسك فيه. حله ورق عنب بتفرحي بيها العائله والاسره. عندنا الكوارع عملناها فته، عندنا الملوخيه بتاعتنا اللطيفه الحلوه هنغرفها مع حضراتكم كده سريعا. اللهم صل على النبي. الطعم مصري والمطبخ مصري والشيف مصري. حلو الكلام. وكمان على شاشه القناه الاولى المطبخ مختلف، كل يوم له طعم تاني مختلف علشان ان احنا نقدر ننوع السفره بتاعتنا لاولادنا واسرتنا. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.